قدمت فرقة الرقص اللبنانية مياس عرضها الأول بعد فوزها بجائزة أمريكاز جوت تالنت في السفارة الأمريكية في بيروت. وقد استضافت سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شاي مدرب الفرقة نديم شرفان، طرحت عليه الأسئلة حول رحلة الفرقة نحو الفوز بجائزة أمريكاز جوت تالنت. شغلة تانية، من أنا وعمري 14-15 سنة، there's only one thing that I keep on hearing: نديم لازم تفل من لبنان تتوصل تتعمل مستقبلك. Again and again since I was 13 and 14 أول ما بلشت تبين التالنت تبعي، بجاوب بس شغلة واحدة، أنا وصلت من لبنان على أكبر ستيج بالعالم. So هيدا الشيء ما حقلك أنه أنا عندي خطة تقدر أعمل شيء للبلد تغير بالبلد، بس حقلك أنه أنا حضلني أعمل من هالبلد لبرا، وبعتقد أنه كل حدا بفريق مياس أنا عديته. تخللت المناسبة مناقشة بين شرفان وعدد من الحضور، أبرزهم الكاتب والممثل جورج خباز والممثلة تقلى شمعون والمايسترو عبد منذر. وفي نهاية اللقاء وجهت السفيرة الأمريكية شكرها وعبرت عن فخرها بكل ما قدمته الفرقة. I'm just even more in awe of you, Nadim, and Mayas, my friends. Thank you so much for sharing your performance, your spirit, your creativity, your commitment to the future. You are truly an inspiration. I think all of us are just, our lives might be a little bit changed from watching you, from hearing about your journey. I would like, before I invite you to join us in a cocktail and more informal conversation, I would like to give a shout out to everybody who helped make this event happen tonight. And forgive me if I leave somebody out, because there's a lot of people. وفي وقت سابق من هذا الشهر كانت قد توجت فرقة مياس في لقب أمريكاز جوت تالنت وحصلت على جائزة $1,000,000 بعد حصولها على النسبة الأعلى من تصويت الجمهور.